وللحديث أكثر حول جهود مصر لوقف التصعيد وإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السيد محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ هيكل، بعد تحية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي الأخير وهو يبذل جهود كثيرة جدا، مصر تبذل جهود كبيرة لوقف هذا العدوان والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، قراءتك لذلك في إطار الجهد المصري المبذول باستمرار لوقف إطلاق النار والوساطة المصرية في إقرار هدنة عاجلة بقطاع غزة؟ بالتأكيد جهود مستمرة للسيادة الرئيس من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر تحديدا. بنشوف جهود مستمرة لفرض التهدئة بين الطرفين، شفنا ترجمة ده على مستوى اتصالات على أعلى مستوى من الرئاسة المصرية بجميع القادة على مستوى دول العالم، شفنا اتصالات مباشرة مع الجانب الأمريكي، شفنا على المستوى الأوروبي، حتى على المستوى العربي مصر كانت أول دولة دعت لقمة للسلام في القاهرة. صحيح. مع بداية العدوان الإسرائيلي ومع بداية الضرب على قطاع غزة، جهود سياسية مستمرة من مش بس من الأزمة دي، من الأزمات السابقة مصر كان ليها دور دايما في فرض التهدئة وفرض الهدنة بين الطرفين. ما ننساش اللي حصل في مايو قبل كده، جهود إعادة الإعمار اللي مصر دخلت لها، فاللي بيحصل النهارده مش جديد على الدولة المصرية ومش جديد على القيادة المصرية. سياسيا مصر زي ما قلت لحضرتك ساعت وكان ليها دور في أول قمة لفرض الهدنة بين الطرفين، قمة السلام في القاهرة، وكان ليها مشاركة طبعا قوية جدا وواضحة جدا وبارزة جدا في قمة العربية الإسلامية في السعودية ومختلف القمم اللي حصلت عشان نفرض التهدئة في القطاع. وعلى الجانب الآخر أستاذ هيكل، يعني إن الهدنة اللي كانت ما بين حماس وما بين إسرائيل امتدت ليومين، وكمان تبادل الأسرى اللي حصل ما بين الطرفين تم برعاية مصرية قطرية وأمريكية، تنسيق على أعلى مستوى بين القيادات السياسية في الثلاث دول، أدت لزيادة يومين في الهدنة بين القطاع وبين إسرائيل، وكمان فرضت تبادل الأسرى. بنتمنى كمان ان يتم فرض هدنة جديده، ومصر اكيد حريصه على ده دلوقتي. بنشوف طبعا الجهود المستمره زي ما مراسل حضراتكم كان بيشرح لدخول المساعدات 24 ده ساعة. سؤالي لحضرتك استاذ هيكل، يعني تحدثت الحقيقه بشكل وافي عن الجهود المصريه على الجانب السياسي وذلك من اجل الوصول الى وقف مستدام لاطلاق النار، كيف ترى على الجانب الاخر الجهود المصريه الرائده ايضا في ادخال المساعدات الانسانيه والاغاثيه سكان قطاع غزة، بل وحشد المجتمع الدولي بالكامل لتخفيف حدة هذا الحصار الإسرائيلي على القطاع؟ حضرتك أكيد متابعين من أكتوبر الملحمة اللي بنشوفها في مطار العريش، كل دول العالم 126 دولة بتبعت مساعدات لمطار العريش، والجهود المصرية اللوجستية المصرية داخل أرض العريش هي اللي بتنظم عملية الدخول. يعني معلش، أي مخطورة أو أي شحنة داخل قطاع غزة بيبقى اللي سايقها في الآخر هو مصري. الجهود المتبادلة ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري ومختلف المنظمات المجتمع المدني المصرية هي اللي موجودة النهاردة عند معبر رفح، وهي اللي بتساعد في إدخال المساعدات دي. جهود مصرية خالصة، جهود لشباب مصري موجود عايز يساعد اخواتنا في غزه وعايز حريص ان هو يوصل لهم كل مساعده يقدر يوصلها لهم. حملات التبرع بالدم المستمره، جهد شعبي واضح خارج ونابع من القوميه المصريه ونابع من القوميه العربيه ونابع من ايمان المصريين بقضيتهم اللي بيعتبروا ان دي قضيه امن قومي ليهم، مش بس على المستوى السياسي المنظور ده لكن حتى على المنظور الشعبي. المصريين عارفين وفاهمين ان القضيه الفلسطينيه هي قضية القضايا للمصريين وقضية أمن قومي لمصر. صحيح. وده مترجم طبعا زي ما حضرتك شايفة في الجهود اللي بنتكلم فيها النهاردة. العريش فيها ملحمة لإدخال المساعدات يوميا، في ناس بتخاطر بحياتها، المعبر مفتوح من الجهة المصرية ومصر أكدت على ده مرارا وتكرارا. صحيح. من اليوم الأول، لكن هو التعنت من الجانب الآخر. جهود مستمرة، التنسيق على الأرض مستمر من الشباب المصري ومن الخبراء المصريين الموجودين عند المعبر وفي العريش، طبعا جهود واضحة جدا. جهود العالمية، الضغط على المجتمع الدولي، شفنا حتى الشعب المصري خرج في مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، على وسائل التواصل الاجتماعي بتشوف الشباب المصري ودوره عشان يقنع العالم كله بالقضية الفلسطينية وبحق الفلسطينيين في أرضهم. نعم. جهود واضحة جدا، لا تحتاج يعني لا تحتاج ان الواحد
يشير لها، لان في اي موقع وفي اي مكان تقدري تشوفي جهد الشعب المصري اللي داعم للقضيه الفلسطينيه، سواء على مستوى الدعم اللوجستي، على مستوى الدعم بالشاحنات وبالدعم بالاغذيه وبالوقود كل المساعدات الحقيقة، يعني سواء زي ما حضرتك ذكرت الإغاثية أو الغذائية أو الوقود. الحقيقة عايز أتوقف عند نقطة مهمة جدا أيضا، وهي تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه القرار اللي اعتمده مجلس الأمن بشأن تعزيز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء متأخرا، وأنه مازال بعيدا بشكل واضح جدا عن المطلوب تحقيقه، هو الوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار، وهو ما طلبت به مصر مرارا وتكرارا. قراءتك لهذا التطور الخاص بقرار مجلس الأمن، وأنه لابد أن يكون هناك عملية إغاثية كبرى لمئات الألاف من المدنيين لحمايته من القصف المتواصل لآلة الاحتلال الإسرائيلية؟ بالتأكيد، احنا بعد أكثر من 70 يوم من الحرب، النتائج كارثية على المستوى الإنساني في قطاع غزة، احنا محتاجين قرار لدعم الإنسانية، لنصرة الإنسانية في قطاع غزة. بصراحة القرار اللي خرج النهاردة هو بارقة أمل لدخول مزيد من المساعدات في القادم إن شاء الله للقطاع، وفرض التهدئة الكاملة بإذن الله، وفرض وقف إطلاق النار. لكن أشوف أن لازم مجلس أمن ياخد خطوات اعلى وخطوات تصعيديه لفرض وقف اطلاق النار. نعم. يمكن قرار النهارده زي ما بقول لحضرتك وكلام الامين العام لجامعه الدول العربيه هو صحيح بالتاكيد، القرار جاء متاخر، مصر بتنادي بوقف اطلاق النار ودخول المساعدات من اول يوم للاشتباكات ومن اول يوم للاحداث. احنا النهارده بنتكلم بعد اكثر من 70 يوم. صحيح. في الاف الضحايا، في الاف من المشردين، في الاف من البيوت اللي انهارت، في الاف مش لاقيين اكل في غزه، ولا لاقيين مصدر للطاقه، ولا لاقيين اي طريقه للمبيت او اي مسكن يسكنوا فيه. الوضع الانساني هناك صعب جدا، قرار متاخر طبعا. اكيد مصر هيكون ليها دور في حشد المجتمع الدولي تاني عشان نفرض وقف اطلاق النار، اكيد هيبقى في جهود حثيثه عشان يبقى في هدنه تانيه وتبادل الاسرى تاني، عشان نوقف الحرب ونوقف الدم اللي بيحصل. نعم. الانسانيه وحقوق الانسان اللي العالم كله بينادي بيها بتختزل النهارده في مساعدات ضئيله جدا بتخش لقطاع غزه، وده لا يليق ابدا بالعالم وبحقوق الانسان اللي العالم. وبالتالي لابد ان يفعل هذا القرار الخاص بمجلس الامن من خلال تعزيز المساعدات، وايضا الوصول الى وقف مستدام وكامل لاطلاق النار، وذلك لحمايه مئات الالاف من الفلسطينيين من المدنيين من هذا القصف المتواصل آلة الاحتلال الاسرائيلي. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.